السلام عليكم، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات Exploring the Raspberry Pi. محاضرة النهاردة هي الجزء الثالث من مقدمة في Git and GitHub. في المحاضرتين اللي فاتوا كنا اتكلمنا عن مبادئ أساسية في الجيت ومجموعة من الكوماندز اللي هي بتستخدم البيزك في الجيت. محاضرة النهاردة هنتكلم عن مجموعة more advanced من الكوماندز في جيت، حاجات زي مثلا ازاي نعمل برانشنج، ازاي نمرج برانشز مع بعض، ازاي نكونكت على ريموت ريبوز او ريموت ماشينز، وهنيجي في الاخر نتكلم عن جيت هاب اكتر وازاي نسيت اب جيت بروجكت او جيت هاب بروجكت بحيث ان احنا نمانج السوفت وير بتاعنا باستخدام جيت هاب. ارجو تكون محاضره النهارده واضحه ومفيده، ولو في اي اسئله يا ريت تحطوها على الدسكشن جروب. يبقى التايتل بتاع محاضرة النهاردة Introduction to Git and GitHub. أول حاجة هنتكلم عن البرانشز. يعني اتكلمنا قبل كده يمكن عن موضوع البرانشز دي، وقلنا إن البرانشز هي عبارة عن كوبيز مختلفة من الكود that Git maintains وبيكيب الهيستوري بتاعها، وإنها بتستخدم في حالات كتيرة، منها مثلا إن أنا يكون عندي مجموعة من الفيتشرز ببنيهم in parallel، كذا سب تيم بيبني فيتشر، فمش عايز ان الكود يتلخبط على بعضه لغايه ما كل فيتشر تبقى ريدي انها تخش في المين برانش. ممكن ساعات بخلي برانش بتاعي اللي هو بسميه الماستر برانش هو الستيبل برانش، ما اضيفش عليه الحاجات لغايه ما اعمل لها تيستنج واطمن انها كويسه، وبعد كده البرانشز الثانيه هي فيها الكود اللي فيه ديفلوبمنت او انستيبل لسه ما جربناهوش، لسه ما عملناش عليه تيستنج كفايه وهكذا. ممكن في بعض الاحيان ان انا عندي ريليسز مختلفة، ريليس 1.0 اعمل لها برانش عشان لو اي بج جات لي من الكاستمر بتاع اللي خد ريليس 1.0 هصلح له البج وابعت له فيكس من غير ما اضطر ان انا اديله ريليس 2.0 او الكود اللي انا بعمل عليه ديفلوبمنت لغاية ما ايه ما 1.0 تبقى اوبسليت ومفروض ابعت له 2.0، ساعتها بقى ايه امرج كل الفيكسز عندي في 2.0 وابعت له 2.0. ففي حالات كتيرة جدا بحتاج ان انا يبقى عندي كود فيه multiple branches، وبعدين انا branches بتعامل معاهم ان انا يا اما create branch يا اما emerge branch. create branch معناه ان انا بكون على branch واحد، في حالتنا ده بنسميه master branch، وبعدين ايه انا عايز اعمل feature اقوم ايه اطلع branch كده، يبقى انا كده عندي بقى عندي دلوقتي 2 branches، بعدين قررت حاجة تانية بقى 3 branches، وبعدين كده قررت كده بقى 4 branches. فممكن اعمل برانشنج زي ما انا عايز، وبعدين لما ادمج برانشز مع بعض بنسميها ميرجنج، ان انا ايه احط 2 برانشز دول مع بعض او اوصل دول مع بعض او اجيب دول كده مع بعض وهكذا. فدي اسمها ايه، يا اما ببرانش يا اما بعمل ميرجنج. طب تعالوا الاول نشوف الجيت بيتعامل ازاي مع البرانشز وازاي عشان نفهم الكوماندز اللي هنتعامل معاها. هلاقي ان البرانش مع الجيت هي عبارة عن ليبل بيشاور على a certain commit، يبقى البرانش هو بالنسبة لي ليبل بيشاور على commit. فنجي نشوف ازاي. يعني اول ما ابتديت البروجكت بتاعي الريبو بتاعي عندي first commit بسميها root commit، وزي ما اتفقنا ان بيشاور عليها برانش اسمه ايه، اسمه مصر. يبقى اليوزر اول ما عمل get init وبعدين حط his root commit اول مرة يعمل commit بيبقى عنده ايه، بيبقى عنده الشكل ده. بعد كده اهو اليوزر جه عمل commit جديدة، فلما يعمل كوميت جديدة هيلاقي ان ايه اول حاجة الكوميت الجديدة اتكونت اهي، يبقى الهيستوري بتاعي عبارة عن 2 كوميت، وبعدين البرانش او اللي بسميها التيب اوف ذا برانش بقى ايه اتنقل بقى عند مين، عند كوميت نمرة 2. عشان كده زي ما انتم شايفين يبقى انا الماستر برانش بتاعي اهو. طب لو انا عايز اجيب الهيستوري بتاع الماستر برانش بسيطة، جيت بيعمل ايه، بيبتدي يقوم باصص على البوينتر ده على الكوميت نمرة 2، وبعدين يجيب البيرنت بتاع الكوميت دي اللي هو مين، اللي هو نمرة 1، وبعدين البيرنت بتاع ده نل، يبقى ايه، يبقى عارف خلاص ان هو ده ايه الهيستوري بتاع البرانش ده. بعد كده اهو قررت ان انا عايز اكريت ا نيو فيتشر اسمها فيتشر 1، فعايز ابرانش ليها، فعامل ايه، فكريت برانش اسمه فيتشر 1. طبعا لما كريت البرانش بكريته عنده كوميت معين، ففي حالتي هنا كريت فيتشر 1 عند كوميت نمرة 2، يبقى كوميت نمرة 2 دي هي اللي انا ديت هاجي عندها وهفصل الاثنين برانشز بتوعي، في واحد اللي هو الماستر وفي واحد اللي هو ايه اللي هو الفيتشر 1، وانا ببقى مقرر هقف على انهي برانش. فانا حاليا قررت ان انا واقف على
البرانش نمرة واحد. طبعا في الحالة الأولانية، في الحالة دي هي مش فارقة، هو نفس الكود سواء ماستر أو فيتشر 1، بس النقطة دي نقطة إيه؟ نقطة تفرع ما بين التو برانشز، فلازم أقرر أن الحاجات الجديدة هتأبلاي على فيتشر 1 ولا على ماستر. عشان كده أنا بقرر بشيك أوت، يا إما شيك أوت ماستر يا إما شيك أوت فيتشر 1. فنفترض إن أنا عملت تشيك أوت لفيتشر 1، يبقى أنا كده دلوقتي واقف على فيتشر 1 برانش، وهعمل إيه؟ وهعمل كوميت جديدة. فلما أعمل كوميت جديدة إيه اللي يحصل؟ كوميت نمرة 3. مين اللي بيتحرك؟ بيتحرك فيتشر 1 بيتحرك، إنما ماستر واقف مكانه لأنه أنا ما غيرتش فيه حاجة. بعد كده عملت إيه؟ لقيت إن فيتشر 1 اللي أنا عاملها ديت إيه؟ فيتشر كبيرة، فأنا عايز الحقيقة أعمل فيتشر تانية منها اسمها فيتشر 2. فقررت أعمل إيه؟ فقررت هعمل برانش جديد اسمه إيه؟ اسمه فيتشر 2. ماشي؟ فكرييت نيو برانش اسمه فيتشر 2، يبقى النيو برانش بقى واقف عند مين؟ عند هنا. يبقى انا دلوقتي عندي ثلاثة برانشز، ماستر فيتشر 1 فيتشر 2 وكوميت نمرة 3، هي الفوركينج بوينت او نقطة التقسيم ما بين فيتشر 1 وفيتشر 2. بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده اهو عايز امرج مثلا فيتشر 1 مع ماستر. يعني ايه امرج فيتشر 1 مع ماستر؟ يعني ان انا عايزهم الاثنين يتلاقوا في نقطة واحدة. في الحالة دي الميرجنج بيبقى بسيط جدا، لأن بنسميه فاست فوروردنج. لأن الفرق إيه ما بين فيتشر 1 وماستر؟ هنلاقي إن الفرق هو عبارة عن إن فيتشر 1 سابق ماستر بكوميت، يعني العملية مفيش ده في اختلافات عندها، يعني إحنا لسه ما تفرعناش. يعني إحنا كنا ممكن نتفرع، كنا ممكن نبقى كده وكده، ده عمل كوميتس وده عمل كوميتس، وبعدين قررنا عايزين نمرجهم مع بعض، ساعتها الميرج هيبقى لازم ايه؟ يبقى ميرج حقيقي، لان ده في تغييرات هنا وهنا وده في تغييرات هنا وهنا. انما انا في حالتي ما عنديش كده، انا في حالتي عباره عن ان الاولاني لسه واقف هنا والتاني عمل ايه؟ واحده جديده. لما انا احب دلوقتي ميرج اعمل ايه؟ كل اللي اعمله ان انا اموف الماستر يبشاور هنا، لان الماستر ما غيرش حاجه من ناحيته. دي نوع بسيط من الميرجنج بنسميه فاست فورورد، لان هو كل اللي بيعمله ان هو ما بيدمجش كود ولا حاجه مع بعضه، مجرد انه بيموف الليبل من هنا يموفه ايه الى هنا بس وخلاص. يبقى ده عملنا ميرج السريع اللي هو اسمه ايه؟ فاست فورورد. فادي كده عملت الايه؟ الميرج. بعدين هعمل ايه؟ ليتس سي ان انا هتشيك اوت فيتشر 1. يعني دلوقتي هروح هتشيك اوت فيتشر 1 وهعمل كوميت. يبقى دلوقتي لما اعمل كوميت على فيتشر 1 هعمل ايه؟ فيتشر 1 ليبل هو اللي هيتغير، وبعدين اعمل كوميت تاني يبقى دي فيتشر 1 بيتغير. تمام. وبعد كده هعمل ايه؟ كفايه شغل كده في فيتشر 1، اروح بقى عايز اغير شويه حاجات في فيتشر 2. فهشيك اوت فيتشر 2، اقول له تشيك اوت جيت تشيك اوت مثلا فيتشر 2، ده هو اسم البرانش. وبعدين اعمل ايه؟ وبعدين اغير شويه حاجات واعمل كوميت. يبقى فيتشر 2 دلوقتي بقى ايه؟ خد كوميت نمره 6. نلاحظ ان هنا بقى حصل ايه دلوقتي؟ حصل مش هيبقى فاست فوروردنج، يوم ما احب ادمج فيتشر 1 وفيتشر 2 مش فاست فوروردنج اني مور، لان كل واحد فيهم بقى ليه تغييرات مختلفه عن التاني. يبقى لازم يحصل نوع من الميرجنج الحقيقي. المهم، فهعمل كوميت تانيه برضو لفيتشر 2، وواحده كمان كوميت تالته من فيتشر 2. خلاص كده فيتشر 2 خلصت، وانا عايز امرجها على ايه؟ عايز امرجها على فيتشر 1. اعمل ايه؟ اقوم اعمل ميرج ما بين فيتشر 2 وفيتشر 1، يوم الاثنين يمرج. في الحالة دي بقى الميرجنج مش فاست فوروردنج، الميرجنج ده ميرجنج عادي. في بعض الأحيان بيبقى اوتوماتيك، لو الكود في فيتشر 1 وفيتشر 2 بيأكسس فايلات مختلفة وحاجات زي كده، لو الكود بيأكسس نفس الفايل في حتت قريبة يبقى ساعتها لازم ايه؟ ياخد رأيي ان انا مانيولي شوف التغيرات اللي هنا والتغيرات اللي هنا واظبط بالظبط الناتج النهائي هيبقى عامل ازاي. المهم دلوقتي فيتشر 1 وفيتشر 2 بقى الاثنين برانشز بيشاوروا على نفس الكود. طبعا خلي بالنا ماستر لا، ده كان بيشاور على حاجه ثانيه خالص. نفترض يعني جدلا ان انا قررت دلوقتي ان انا شيك اوت ماستر، خلاص يبقى انا هعمل ايه؟ لما شيك اوت ماستر هيشغل حاجه في الريبو؟ لا، هو كل في الامر هياخد الكود اللي عند كوميت 3 ده في الوركينج دايركتوري. اقوم واخد بقى كده واقدر اغير اللي انا عايز اغيره. ناس زي ان انا عملت كوميت وانا واقف عند ماستر، هيعمل كوميت فين؟ هيكمل فين؟ هيعملها لي كده، وبعدين كوميت تانية اهي
خلاص. ليه؟ لأن ماستر is a separate branch. فدي فكرة بسيطة عن موضوع البرانشز في الجيت. يبقى تعال نقول الكلمتين دول، أو نقول إن البرانشز في الجيت are some sort of labels that point to a commit، وإن إحنا ممكن يبقى عندنا multiple branches ممكن تكون بتشاور على نفس الكوميت. يعني أول ما بكريت برانش بكريته عند كوميت، وهو مثلا كان اوريدي بيشاور عليه ايه برانش تاني. وشفنا ان احنا اول ما بنكريت برانش عند كوميت معينه، فالليبل ده بيشاور على الكوميت ديت، او البرانش ليبل بيشاور على الكوميت ديت. وبعد كده اهو لو عملنا اي مور كوميت، يبقى الايه التيب بتاعه البرانش اللي انا عملت له شيك اوت بتتحرك مع النيو كوميت. يبقى انا لازم ابقى عارف انا بشيك الكود بتاع انهي برانش علشان اعرف مين فيهم اللي التب بتاعته هتتغير مع النيو كوميتس، والباقيين هيبقوا ايه؟ هيبقوا ثابتين. وشفنا ان احنا لما حبينا نعمل ميرجنج ما بين تو برانشز، الفرق ما بينهم ان واحد سابق التاني بمجموعه من الكوميتس، قلنا الميرجنج ده بيبقى ميرجنج من نوع بسيط اسمه فاست فوروردنج، وده عباره عن ايه؟ ان الليبل المتاخر بيقدم لغايه ما يوصل قدام الليبل اللي هو ايه؟ اللي عنده الكوميتس الاخيره. وطبعا بعد الميرج رجع تاني التو برانشز بيشاوروا على السيم كوميت، ولقينا ان في حالات تانية ان التو برانشز بيبقوا عندهم كل واحد عنده هيز اون كوميت، وبالتالي لما نيجي نعمل ميرج، الميرج ايه اللي بيحصل لازم ندخل بقى كود في بعضه، وده يا اما بيبقى اوتوماتيك يا اما في حالات تانية بيحتاج مانوال انترفنشن، فما بيبقاش فاست فوردنج اني مور، بيبقى محتاج ايه ريل ميرج. طيب احنا كده احنا فهمنا الكونسبت، تعالوا بقى نشوف الكوماندز بنكتبها ازاي. فانا عايز اكريت نيو برانش، زي ما اتفقنا اول حاجه انا عارف ان انا عندي اوريدي برانش اسمه ماستر برانش. لو انا عايز اكريت بقى واحد جديد، كل اللي اقول له ايه؟ اقول له جيت برانش واقول له اسم البرانش الجديد. فهي عمليه بسيطه جدا، اقول له جيت برانش واسم برانش جديد، هيعمل لي البرانش ده عند التيب اوف البرانش اللي انا واقف عليه. لو انا حاليا واقف على ماستر واقول له جيت برانش فيتشر 1، خلاص كريت لي الفيتشر 1 عند التيب بتاعه ايه البرانش بتاع الماستر. طيب لو انا عايز اكريت نيو برانش واموف تو ات، يعني عايز اكريت فيتشر 1 واعمل تشيك اوت لفيتشر 1 برضه، فممكن اعمل الكلام ده في خطوه واحده، ان انا اقول له جيت تشيك اوت ماينس بي واقول له نيو برانش نيم. فده بيعمل ايه؟ اول حاجه بيكرييت البرانش دي من الجديد، وان بعد كده هو ايه؟ بعد كده هو بيتشيك اوت النيو برانش. طبعا لما بنعمل تشيك اوت نيو برانش مفيش حاجه هتتغير في الوركينج دايركتوري، لان زي ما اتفقنا التو برانش بيشاوروا على السيم كوميت، فهو نفس الكود. هي الفرق الوحيد ان انا دلوقتي لو عملت كوميتس جديده اللي هيتحرك هو النيو برانش مش الايه البرانش القديم. في بعض الاحيان بكون محتاج اعمل برانشنج مش من عند التيب بتاعت التري او من عند التيب بتاع البرانش اللي انا واقف عليه. ساعات ببقى عايز اعمل برانش من حاجه قديمه. يعني ايه؟ مثلا انا بكتب الكود بتاعي وبعدين اكتشفت ان انا عايز ارجع مثلا الحاجات اللي حصلت من 3 4 كوميتس قبل كده، عايز اتغير عليها حاجات من غير الكود الجديد. فاعمل ايه؟ اروح اجيب الاوبجكت اي دي بتاع الكوميت اللي انا عايز اعمل برانشنج منها، وبعدين اقوم قايل له كوماند ايه؟ جيت برانش واسم البرانش الجديد. بس بدل ما اسيبه كده هقول له لا الستارت بوينت. الستارت بوينت هنا في الحاله ديت هي عباره عن ايه؟ ان ويتش كوميت اي شود ستارت ات، فاحط مكانها ايه الكوميت اي دي بتاعي. كده اتعلمنا ازاي نكريت نيو برانشز، ازاي اكريت برانش واقف عليه، ازاي ان انا كريت برانش من كوميت قديمة. طيب لو انا عايز اعرف ايه البرانشز اللي عندي في السيستم وعايز اعرف انا واقف على انهي برانش، اقول له ايه؟ اقوم قايل له جيت برانش. فجيت برانش هيقوم عامل لي ليست بالبرانشز وعامل لي علامه كده عند البرانش اللي انا ايه اللي انا واقف عليه. طب لو انا عايز انقل على برانش جديد، انا قال لي ده انت عندك ماستر وفيتشر 1 وفيتشر 2 وانت حاليا واقف على ماستر، طب انا عايز اغير كود في فيتشر 2 اعمل ايه؟ اقول له جيت تشيك اوت فيتشر 2. يبقى انا كده اتنقلت ليه فيتشر 2. لو فيتشر 2 الكود بتاعها مختلف عن ماستر، خلاص هو اوتوماتيكلي هيابديت الوركينج دايركتوري، ابقى شايف الحاجات اللي موجوده فين في فيتشر 2. لو هما نفس الكود، يعني الاثنين بيشاوروا على نفس الكوميت، يبقى مفيش تغيير في الكود، ولكن بس مجرد تغيير انا واقف على انهي برانش عشان الكوميتس الجديده. لو انا عايز امسح برانش
كل اقول له اقول له get branch minus d البرانش نيم، فده كده ينسح لي البرانش. بس خلي بالك لو انت ما عملت برانش و never merged يبقى التغييرات اللي انت عملتها في البرانش ممكن تروح. ففي حالة بتقول له كده هيسألك بس are you sure انك انت عايز تمسح البرانش ده لان في حاجات اتغيرتش. لو انت you're sure يبقى ممكن تريح دماغك وتقول له ايه get branch minus capital D، يبقى انا كده بيمسح البرانش حتى لو انت ما عملتش merging ليه، يعني بيمسح كل التغييرات اللي حصلت في البرانش حتى لو هي ما حصل لهاش merging في other branch، فالحاجات دي بتروح عليه. بس نخلي بالنا طبعا ما ينفعش تمسح برانش وانت واقف عليه، لانك لو مسحت برانش وانت واقف عليه بعد ما يتمسح هتبقى واقف فين؟ فلازم لما تمسح برانش الاول تروح لبرانش تاني وبعدين تمسح البرانش اللي انت عجبك. طيب ده بالنسبه لكرييشن وديليشن للبرانشز وبراوزنج. لو انا عايز اقارن ما بين الكونتنتس بتاعه تو برانشز مثلا، يعني عايز اشوف عندي برانش ماستر وعندي فيتشر 1 وعايز اشوف ايه التغييرات اللي انا عملتها في فيتشر 1، طب انا ماستر ايه اللي زاد فيه وكده، فانا عامل ايه؟ طب لو انا عايز اعرف التغييرات دي على مستوى الكوميتس، فانا عارفين جيت لوج هيديني ايه الكوميتس اللي تبع ده وايه الكوميتس اللي تبع ده. انما لو انا التغييرات ديت انا عايز اشوف على مستوى الكود الاختلافات بين الكود بتاع البرانش الاولاني مع البرانش التاني، ساعتها محتاج اعمل ايه؟ ساعتها ان انا ممكن اقول له جيت ديف مثلا ماستر مع فيتشر 1، يبقى ده يعمل ايه؟ ده هيكمبير التو برانشز دول ماستر ومثلا ايه نيو فيتشر نيو برانش مثلا وليكن فيتشر 1، هيكمبير التيبس بتاعت التو برانشز. طيب ساعات الكومباريزن دي بتلخبط شويه ليه؟ لان اللي بيحصل انك انت بتبقى ماشي كده في امانه الله وبعدين تقرر انك تعمل برانش على الكوميت ديت وتقوم عامل برانشنج كده، ده يغير شويه حاجات وده يغير شويه حاجات وبعد كده ايه بقى عندك اتنين برانشز. لو انت عملت بالكوماند ده فهيقارن ما بين دي وما بين دي، اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل هيشوف التغييرات ما تبقاش عارف هو انت اللي ضفت، يعني مثلا حاجه كده هل انت ضفتها في واحده من الكومنتس ديت ولا هي ده اتضافت في واحده من الكومنتس دول. فيبقى الحل ايه؟ الحل ان انا في بعض الاحيان ببقى انترستد اعرف عايز اعرف التغييرات اللي انا عملتها، فبالتالي انا مش انترستد اقارن البرانش ده والبرانش ده، انا انترست اقارن ما بين النقطة دي ونقطة الفوركينج عشان اعرف الفرق اللي هي الحاجات دي هي الحاجات اللي انا غيرتها في البرانش. فعشان كده اهو لو حبيت انك انت تقارن ما بين التيب اوف برانش والنقطة اللي البرانش دي دايفيرج منها او ابتدى عندها، ساعتها بقى هقول ايه جيت ديف ماستر وبين نيو برانش. بس خلي بالكم من الفرق، الفرق ان المرة دي بحط 3 نقط بدل ما احط نقطتين، يبقى نقطتين معناها بقارن ما بين التيبس ما بين ماستر والنيو برانش، هنا بقارن ما بين النقطة التيب بتاع نيو برانش وما بين نقطة تفرعه من ماستر، فرق نقطة بيبين بيوضح الفرق ما بين الاثنين دول. لو عايز اقارن ما بين برانش تيب اوف برانش مع الوركينج دايركتوري فسيمبلي ان انا اقول له ايه جيت ديف واقول له البرانش، يبقى هو كده دي باي ديفولت هيقارنه مع الوركينج دايركتوري. لو انا مش عايز اقارن الكود كله انا عايز اقارن بس فايل واحد او فولدر واحد، سيمبلي ان انا بقوم قايل له ايه داش داش واقول له الفايل او الفولدر، فساعتها اقول له مثلا جيت ديف البرانش يبقى يقارن الورك دايركتوري مع البرانش، بس ازود بعد كده الاوبشن ماينس ماينس الفايل الفلاني يبقى هو يقول لي ايه هيقارن بس الفايل الفلاني. لو انا عايز مقارنتي ما تبقاش عباره عن الكود سطر بسطر، انا مجرد عايز ابص على فرق الاستاتستكس، يعني في مثلا كام فايل اتغير بين التيب بتاع البرانش ونقطه التفرع بتاعه او ما بين التيب بتاع البرانش ده والتيب بتاع الماستر، يبقى انا كل ما محتاج ان انا اقوم قايل ايه ماينس ماينس ستات، يبقى انا بقى ايه بحاول اشوف انا بحاول اتفرج على مجموعه من الاستاتستكس مش على الكود نفسه. تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا على البرانشنج ومقارنه، فضل ايه؟ فضلش بس قدامي غير ان انا امرج البرانشز دي مع بعض، وده طبعا هيحصل بعد ما اقرر ان انا خلصت الفيتشر دي وعايزها ايه مثلا ايه تايم بقى ان احنا نجمعهم في برانش واحد. فمحتاج اول حاجه اروح للبرانش اللي انا همرج جواه، يعني اعمل تشيك اوت للبرانش اللي انا همرج جواه، وبعد كده اهو اعمل ايه؟ بعد كده اهو امرج البرانش التاني في البرانش اللي انا واقف فيه عن طريق اقول له جيت ميرج واقول له برانش 2. فالعمليه بسيطه جدا، انا دلوقتي مثلا عندي اهو كنت اتفرعت كده وبعدين عايز اميرج ده هنا،
هعمل ايه؟ اروح اقف على هنا على الماستر، اقول له تشيك اوت جيت تشيك اوت ماستر، وبعدين اقول له ايه جيت ميرج مثلا فيتشر 1، يبقى ايه هيقوم جايب لي التغييرات حاططها لي فين، حاططها لي عندي هنا. الاوتكم من الميرج زي ما اتفقنا قبل كده ممكن يبقى حاجه من الاثنين، يا اما يبقى فاست فورورد، والفاست فورورد ده احنا قلنا عليه قبل كده ان نتيجه ان البرانشنج عباره عن ان واحد فيهم كان بيشاور هنا والتاني عمل بس شويه كوميتس كده، يعني واحد بس من البرانشز اللي حصل فيه ايه تغيير، انما البرانش التاني واقف زي ما هو. وبالتالي لما انا بقى عايز اميرج التو برانشز دول، كل اللي بيحصل ان الايه ان السهم ده بيتنقل هنا كده اهو، يبقى دلوقتي بقوا الاثنين بيشاوروا على نفس الكوميت، ده اسمها ايه؟ اسمها فاست فورورد. الاحتمال الثاني هو ان انا اكون بعمل ميرجنج عادي، وفي الحاله ديت يبقى يا اما الحاجات بتتخلص كلها اوتوماتيك لو مفيش كونفليكتس، او يحتاج سم مانيوال انترفنشن ان انا ايه ابص اراجع على الفايلات وكده. طبعا بعد ما بخلص الميرج ببقى محتاج ان انا اكوميت الاوتكم ده، فبعمل ايه جيت كوميت، سواء بقى ايه ان انا بقى ستيج الفايلز وبعدين اكوميت ذم، او اقول له جيت كوميت ماينس ايه، في الحالتين المهم هيطلع لي بقى الاوتكم من الميرج ده از كوميتد. والكوميت دي زي ما احنا قلنا قبل كده بتبقى مميزه ان بيبقى ليها اتنين بيرنتس نتيجه انها جايه من اتنين برانش، وزي ما قلنا ان في بعض الاحيان الميرج بيتطلب ان الواحد مانيولي يغير حاجه، ما تقدرش الكوميت طبعا لغايه ما تريزولف الكونفليكتس اللي في الميرج ديت عشان ايه تبقى من الاول كل حاجه وضحت وبعد كده الكوميت الاوت. بعد ما اتكلمنا عن البرانشز والميرجنج والكلام ده، هنتكلم عن موضوع تاني وهو التعامل مع الريموت ريبوز. احنا اتكلمنا قبل كده على التعامل مع الريموت ريبوز لما اتكلمنا عن الكلونينج، وقلنا ايه؟ قلنا ان انت بتيجي تعمل كلون للريبو بتاعك من على ريموت ريبو، بيبقى عندك اللوكال ريبو بتشتغل عليه، وبعد كده اهو وعندك الريموت ريبو، وقلنا ان الجيت بتحتفظ ببيانات الريموت ريبو اللي انت عملت منه كلونينج وبتسميه ايه؟ بتسميه اوريجين. بس هنلاقي ان احنا ممكن نكرييت اذر ريموتس، يعني انا ممكن كلوكال اشاور على كذا واحد، على كذا ريموت تاني برضه لنفس البروجكت. طب ليه بشاور عليهم؟ لان انا ممكن اكون عايز ابوش بحاجتي او الكوميتس بتاعتي لماشين تانيه غير حتى الاوريجن، يعني ممكن الاوريجن او غير الاوريجن، ممكن عايز ابول تشينجز من ماشين تانية. يعني انا مثلا شغال في وسط تيم، فممكن اكون عملت كلونينج من زميلي الاولاني وبعد كده مثلا عايز التغييرات بتاعتي اديها لزميلي التاني، او ان انا عملت كلون من على سنترال سيرفر وبعد كده احنا اتنين زمايل بن ايه بن بوش وبول الكوميتس بتاعتنا لغايه ما نوصل لستيج ان احنا نقدر بعد كده ايه نبوش للسنترال سيرفر. تعال نتكلم شويه عن الريموت. يعني ايه ريموت؟ معنى الريموت هو زي ما احنا شايفين كده ان دي اللوكال ماشين بتاعتي، عندي الريبو بتاعي، انا ممكن ابقى على علاقه او على اتصال او متابع ايه ماشين ريموت ماشينز ثانيه عندهم ريبو هم كمان. انا ابص مع ده مثلا وانا عندي هنا مثلا دلوقتي ايه تو ريموتس انا متابع معاهم، بحيث ان انا في اي وقت من الاوقات اقدر ابوش ماي تشينجز ده، اي كان ممكن برضو ابول الحاجات التغييرات من الماشين ده. يبقى انا تعاملي مع اتنين ريموتس وممكن اكتر كمان زي ما انا عايز. انا اعرف ان واحد منهم اللي هو الاولاني اللي هو اسمه الاوريجن ده متسجل عندي اوتوماتيك، بس انا اقدر اضيف ريموت زي ما انا عايز. كل اللي محتاجه ان انا ابقى عارف انا بضيف اي ريموت، يعني الريموت ده مكانه فين، اليو ار ال بتاعه ايه، وابتدي اضيفه، وبعد كده لما اقرر ان انا بوش او ابول ابقى عارف ان انا بوش وابول من اي ريموت. يبقى زي ما قلنا ان الريبو راننج اون ا لوكال ماشين ممكن يبقى تراكنج او متابع مع مجموعه تانية من الريبوز على ريموت ماشين، وممكن استخدم المتابعه ديت ان انا اسينكرونايز الريبو بتاعي مع الريبو بتاع النيو ماشين. خلي بالنا لما نتكلم على التعامل مع الريموت احنا مش بنتعامل بيز على الوركينج دايركتوري، الوركينج دايركتوري ده استخدامه لوكال بس، اقصى حاجه اقدر اعملها بيه ان انا ايه اكمته للريبو اللوكال بتاعي. انما اي تعامل مع ريموت ماشينز هي عمليه سينكرونايزيشن ما بين الريبو ده والريبو ده. يعني ايه؟ يعني انا هنا مثلا عنده كوميت نمره 10 و11 وده عنده كوميت نمره 15، لو انا عايز اخد نمره 15 ببول، لو انا عايز ابعت 10 و11 لده ببوش.
فزي ما قلنا ان انا ممكن استخدم معلوماتي بقى الريموتس ومتابعتي ليهم، استخدمهم يا اما عشان ابوش ماي تشينجز او عشان ابول الكوميتس اللي موجوده على الريموت ماشين. وخلي بالنا ان السنكرونايزيشن بيحصل ما بين الريبوز وبعضها، العمليه ملهاش دعوه خالص بالايه بالوركينج دايركتوري. يبقى انا ما ينفعش ابقى حاجم الحاجه على الوركينج دايركتوري واقول ايه عايز ابعتها للريموت ماشين، لازم الاول كوميتد عندي في الريبو بتاعي وبعدين ايه ابوش الكوميت ديت للريموت ماشين. طب عايزين نشوف ازاي جيت بيتعامل مع الريموت. هنلاقي ان جيت بيتعامل مع الريموت ريبوز اللي هو عامل لهم تراكنج عن طريق انه بيكرييت برانش لكل ريبو. يبقى هو عنده كده زي ما يكون ريبريزنتيف لكل ريموت ريبو اللي برانش موجود لوكال عنده على اللوكال ريبو بتاعه. الريبريزنتيف برانش او احنا بنسميه ريموت برانش شغلته انه هو لما يبقى يعمل سينكرونايزيشن مع الريموت ريبو هو ده اللي بيكاري الكوميتس اللي موجوده على الريموت ريبو. بعد كده هو ممكن بقى ناخد الكوميتس دي نضيفها عندنا للبرانشز الثانيه او ما نضيفهاش، بس هو ده مجرد مابينج او ميرورنج للريموت ريبو عندي لوكالي في الريبو اللوكال بتاعي. معنى كده ايه؟ ان انا لما بعمل كلونينج للبروجكت يعني قبل كده قلت لكم ان انا بيبقى عندي حاجه اسمها الماستر برانش اللي هو البرانش الايه الماستر الاساسي اللي انا هنستخدمه. في الحقيقه هو بيبقى فيه اتنين برانشز، واحد اللي هو الماستر برانش وواحد اللي هو ريموت برانش مسؤول عن الاوريجن، الاوريجن اللي هو الريموت اللي احنا بنعمل منه كلونينج. فيبقى عندي الماستر برانش ده البرانش اللي بيكري كل الكوميتس اللوكال بتاعتنا، وبيبقى عندنا حاجه اسمه الاوريجن برانش وده اللي بيشاور على او بيريبريزنت ايه الريموت ريبو بتاع الاوريجن اللي انا عملت منه كلون. بس ده طبعا في الاول بس، بعد كده انا لو حبيت ان انا اضيف مور ريموت برانشز عن طريق ان انا اتراك مور ريموت ريبوز مفيش ما يمنع ذلك. يبقى زي ما شفنا قبل كده ان انا كلوكال ريبو ممكن اكونكت او اتراك مالتيبل ريموتس، وكل ريموت هيبقى ليه ريبريزنتيف برانش بنسميه احنا ريموت برانش موجود عندي في اللوكال ريبو بتاعي عشان يماب او يميرور الريموت ريبو ده. يبقى اليوزر عشان يتراك ريموت ريبو محتاج ان هو يكريت ايه برانش عنده في الريبو بتاعه. وخلي بالنا من حاجه ان الريموت برانش والريموت ريبو مش اوتوماتيكلي بيمرروا ايتش اذر، يعني اليوزر لازم مانيولي يقرر ان هو يسنكرونايز مع بعض، هما مش اوتوماتيكلي سنكرونايز. عشان نعمل سنكرونايزيشن لازم اليوزر يشو كوماندز تسبب ايه السنكرونايزيشن ده، وده اللي هنتكلم فيه خلال الجزء الجاي من المحاضرة. يعني انا دلوقتي لو نبص على انا عندي هنا دي اللوكال ماشين بتاعتي وده الريموت سيرفر بتاعي، وانا هعمل ايه؟ عايز اعمل كلونينج للريبو من على الريموت سيرفر. تعال الاول نبص ايه الريموت سيرفر، الريبو اللي على الريموت سيرفر هلاقي مثلا هو عبارة عن اتنين كوميتس وفي بس الايه وان برانش اللي هو الماستر برانش، ده يعني ريبو بسيط جدا. انا لما اجي اعمل له كلوننج ايه اللي هيحصل عندي؟ هيحصل عندي ان هيتكون الاثنين كوميتس هم دول ماتشنج مع الاثنين كوميتس دول، وبعدين الماستر ده الماستر بتاعي اللي هو اللوكال، بس هيبقى عندي كمان حاجه ايه؟ هيبقى عندي برانش اسمه اوريجين ماستر اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اللي بيتراك الايه الماستر ده. طيب انا خلاص عملت كلونينج، جه بعد كده السيرفر هتحط عليه مور كومنتس، يعني نتيجه بقى حد شغال دايركتلي عليه او نتيجه ان في حد بوشت كومنتس عليه، المهم انه زاد عليه كومنت. فطبعا لما بيزيد عليه كومنت التيب بتاع البرانش بتاع الماستر بيبقى بيشاور على الكومنت الاخرانيه. هنلاقي هنا ايه ان الريموت برانش اللي هو اسمه اوريجين ماستر هنا اللي هو المفروض انه بيمرر البرانش ده لان دلوقتي بقوم اوت اوف سينك، فهو هل ده معنى كده اوتوماتيكلي ان انا هروح اجيب كوميت نمره 3 احطها على هنا؟ لا. امال ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هنستنى لغايه ما انا مانيولي كيوزر اقوم قايل ايه فاتش او يعني برينج التشينجز اللي موجوده في الريموت حطها لي عندك ايه في الميرور برانش اللي عندي، فده هيحصل ايه؟
اللي هيحصل الامر الفاتش ده او اسمه جات فاتش هيعمل ايه؟ هيقوم يخليني يجيب لي الكوميت نمره 3 ويحرك لي التيب بتاع اوريجن ماستر عند كوميت نمره 3. يبقى انا كده التو برانشز دول ار ان سينك، اللي هو الريموت ريبو والاوريجن ماستر برانش اللي عندي في اللوكال ريبو. دي اسمها عمليه فاتش. يبقى لما بجيب الابديتس من على السيرفر اجيبها عندي وابلايت على الريموت برانش بس اسميها عمليه فاتش. تمام، خلي بالكم الماستر ما اتغيرش، يبقى هو الايه الفاتش كل اللي بيعمله ان هو بيغير في الريموت ريبو اللي هو مخصوص بايه، انه متابع مع مين، متابع هنا. علشان يحصل ان الماستر يتيك الابديتس ديت لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل ميرج ما بين الاوريجين ماستر وبين الماستر. فلو عملت ميرج ما بين الاوريجين ماستر والماستر يبقى ايه؟ بقوا خلاص الاثنين مع بعض. يبقى انا عشان سينكرونايز مع الريموت ريبو محتاج خطوتين، الخطوه الاولى هي اسمها خطوه الفاتش، الخطوه الثانيه هي خطوه ميرج. تمام، يبقى انا محتاج فاتش ومحتاج ايه؟ ميرج. هنلاقي ان انا كان ممكن اعمل الخطوتين دول في خطوه واحده اسمها ايه؟ اسمها بول. يبقى ايه هو البول؟ البول هو عباره عن فاتش بيحصل بعديه ميرج مع الماستر. يبقى ايه؟ يبقى تحول الموضوع ان الريموت ريبو ان سينك مع الريموت برانش، والماستر كمان بيبوينت على نفس الكوميت اللي بيبوينت عليها ايه؟ الاوريجين ماستر. تمام، تعالوا نكمل كمان شويه. نيجي بقى بعد كده انا كيوزر زودت كوميت عندي اللي هي مين؟ اللي هي كوميت نمره 4، فعشان كده الماستر التب بتاعته بقى بتشاور على نمره 4. وبعد كده اهو انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل بوش للاوريجين ماستر، وده هي ابلاي سواء عندي في الاول على البرانش بتاعي وبعدين يابلاي على الريموت سيرفر. تمام، يبقى الاول التشينجز بتابلاي على الريموت برانش اللي عندي، وبعد كده ده بيسجل سينكرونايز مع الريموت ريبو. فخلي بالنا تاني، الريموت ريبو ما بيكلمنيش انا دايركتلي على الماستر، انما بيكلم مين؟ بيكلم البرانش اللي هو بيعمل معاه ميرورنج. بعد كده اهو انا كماستر بكلم بقى الايه البرانش الداخلي ده عن طريق عمليه ميرج او حاجه كده. ده مع مين؟ ده مع الاوريجن سيرفر او الاوريجن ريبو اللي هو انا كنت عملت عليه كلوننج. انما برضو ممكن انا في اللحظه دي اقرر ان انا كمان اكرييت انيو ريموت اللي هو مين؟ اللي هي الماشين الثانيه دي. الماشين الثانيه ديت اللي اسمها ريموت 2، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل الماشين دي مش اب تو ديت خالص، دي كل اللي عندها بس كوميت نمره 1، في حين ان انا وصلت لغايه كوميت 4. تمام؟ طيب بس انا اول ما عملت اللينك بيني وبين ريموت 2 ايه اللي هيحصل داخليا عندي في الريبو بتاعي؟ اللي هيحصل في الريبو بتاعي ان هيتكون برانش جديد اسمه ايه؟ اسمه ريموت 2/ماستر. يحصل ايه؟ ده مسؤوليته ايه؟ مسؤوليته ان هو بيماب او بيمرر ايه؟ الريموت ريبو. يبقى ده ريبريزنتيف لمين؟ للريموت ريبو. اي حاجه عايز اعملها مع الريموت ريبو الاول بتحصل مع البرانش ده، وبعدين البرانش ده بيسينكرونايز مع الريموت ريبو. في حالتنا دي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا سابق الريموت 2/ماستر، فلما احب ابوش التشينجز ديت اللي هيحصل ان لوكالي البرانش بتاع ريموت 2/ماستر هيموف لغايه كوميت 4 هو كمان، وبعدين يسينكرونايز مع مين؟ الريبو اللي في ريموت 2 برضه يبقى بيبوينت على الكوميت نمبر 4. وبكده يبقى فهمنا العلاقه ما بين اللوكال ريبو مع البرانشز اللي انا بستخدمها والريموت برانشز اللي موجوده عندي على الريبو بتاعي بس بتمرر الريموت، والريموت ريبوز اللي هي موجوده على ماشينز مختلفه. طب تعالوا نقول الكلام ده. يبقى دلوقتي انا عندي ريموت ريبوز ار ذا ريبوز اللي موجوده على ريموت ماشينز او ديفرنت هوست. اشهر واحد بتعامل معاه اللي هو الاوريجن اللي هو انا عملت من عليه كلوننج، وده هو ده يمكن
في معظم الاحيان بيبقى هو ده الريموت الوحيد اللي انت بتكوميونيكيت معاه. طبعا في حالات ان انت بتكوميونيكيت مع مالتيبل ريموتس، بس معظم الاحيان هو الحالات التراديشنال هو ده بس اللي انت بتكوميونيكيت معاه او بتراك معاه. وقلنا ان احنا كل ريموت رابو ممكن نتكلم معاه، نعمل فاتش من عليه او نعمل بول او نعمل بوش. وقلنا ان البول هي عبارة عن فاتش وبعدين ميرج ما بين الماستر والريموت برانش، انما الفاتش مجرد ان هو سينكرونيزيشن ما بين الريموت برانش والريموت رابو. احنا بقى في المحاضرة ديت عايزين نتكلم عن مجموعة من الحاجات نعملها مع الريموت، يعني مثلا ازاي الليست الريموتس اللي عندي، او ازاي ازود ريموت او اشيل ريموت، او ان انا اتراك ريموت او افتش منه، او طبعا ابوش ليه. تعال نشوف المانجنج الريموت. يبقى انا دلوقتي عايز اجيب ليست ريموت، كل اللي اقول له جات ريموت ده هيعمل لي ايه؟ هيجيب لي ليست الريموت كلها. لو قلت له جات ريموت ماينس في هيعمل لي ايه؟ هيحط لي كمان اليو ار ال بتاع كل ريموت، مش كفايه يكتب لي اسمه، لا هيحط لي كمان اليو ار ال بتاعه. لو انا عايز اد ريموت بسيطه جدا، اقول له جات ريموت اد ومسميه اسم وبعدين احط اليو ار ال بتاعه. فمثلا اقول له جات ريموت اد مثلا تيم 1 وحطيت ايه ده اليو ار ال بتاع الريموت ريبو بتاعي، ده اليو ار ال. يبقى هي بيستخدم الجات بروتوكول، ده الهوست ماشين جيت هاب دوت كوم، وبعد كده ايه ده ايه اللوكيشن بتاعه، بحيث ان انا في الاخر ده الريبو اللي انا بعتبره الريموت ريبو بتاعي. يبقى انا كده اهو دلوقتي لما احب اتكلم مع مع الريبو ده، كل اللي في الامر هستخدم الالياس اللي هو اسمه ايه تيم 1، ده اسم الريموت. وده برضو زي ما اتفقنا لما بقاد ريموت اكني بقاد لوكالي برانش، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه تيم 1 سلاش ماستر، هو ده البرانش اللي ايه اللي عندي اسم بنسميه احنا ريموت برانش. عشان اغير اسم ريموت بقول له جيت ريموت رينيم، الاسم القديم والاسم الجديد. عايز امسح ريموت بقول له جيت ريموت ار ام، وبرده طبعا لما بمسح الريموت يبقى بمسحه من ليست الريموت وبشيل الريموت برانش اللي عندي برده في الريبوزيتوري بتاعي. تعال نشوف فاتشنج ريموت. يعني ايه فاتشنج ريموت؟ زي ما اتفقنا هي عباره عن ان انا بجيب الكوميتس اللي موجوده على الريموت ريبو بنقلها للريموت برانش اللي عندي لوكالي عندي في الريبوزيتوري بتاعي من غير ما ميرج لسه مع الماستر. فبقول لك تو فاتش تشينجز من على الريموت، بتقول له جت فاتش وبعدين تقوم قايل له اسم الريموت. في حالتنا هنا انا قلت له اوريجن، بس انت كان ممكن تقول له ايه اي حاجه ثانيه. ولو انا ما قلتلوش اسم الريموت بيختار المين تراكت، واحنا عاده باي ديفولت التراكت هو الاوريجن، لان ده اول ما بنعمل كلوننج هو الاوريجن هو ده اللي الريموت اللي احنا بيبقى ايه عندنا. فتقول له جت فاتش فده اوتوماتيك اللي هياخد منين؟ هياخد من الاوريجن. طيب لو الريموت رابو عليه كذا برانش، هيبقى البرانشز دي كلها هتبقى مابت عندي. انا قعدت كنت في الاكزامبل اللي قبل كده كنت قايل لكم ايه؟ كنت قايل لكم اوريجن سلاش ماستر، عشان كنت اسيوم ان هو في ايه في واحد بس اسمه ماستر. انما لو انا عندي مجموعه كبيره من البرانشز موجوده على ريموت ريبو هلاقي قدامي ايه اوريجين سلاش ماستر، اوريجين سلاش فيتشر 1، اوريجين سلاش فيتشر 2 وهكذا. ولما اقول له جت فيتش كان هيجيب كل البرانشز دي. طب لو انا عايز اتراك بس واحد بس، عايز بس الماستر، كنت ساعتها لازم اقول له ايه؟ كنت هقول له جت فيتش اوريجين ماستر. يبقى هات لي بس الكوميتس اللي موجوده على اوريجين ماستر، يعني سينكرونايز بس مع اوريجين ماستر، ما مش مهم بقيه البرانشز. انا ما يهمنيش الديفلوبمنت برانش بتاعه ولا حاجه، انا يهمني الاوفيشال برانش اللي انا بسينكرونايز معاه. تمام. فيبقى انا دلوقتي لو قلت له جيت فيتش اوريجين ماستر يبقى انا كده بعمل ايه؟ بسينكرونايز مع الماستر برانش مش بسينكرونايز مع الباقيين. لو انا عايز برانش تاني او برضه اقول له جيت فيتش اوريجين مثلا فيتشر 1 او اوريجين ديفلوبمنت حسب اسم البرانش اللي انا عايز اسينكرونايز معاه. لو ما قلتش يبقى هيجيب لي ايه؟ هيسينكرونايز التري كلها، إيه كل البرانشز اللي موجوده. وزي ما اتفقنا ان فاتشنج معناها ان انا بنقل الكوميت من الريموت ريبو بجيب منها كوبي عندي فين؟ في الريموت برانش اللي عندي اللوكالي عندي، لسه ما حطيتهاش did not apply to my own branches. يبقى عشان كده اهو ان انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا اعمل merge
عشان الحاجات دي تيجي عندي، تمام؟ يبقى انا ممكن لو قعدت اعمل فاتش فاتش انا مش هحس باي فرق، حتى لو عملت تشيك اوت بعدها او كده مش هحس بفرق. عشان احس بالفرق لازم اميرج. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى انا عندي الماستر اهو، وعندي هنا اهو ايه ده اسمه اوريجين سلاش ماستر. لما انا جيت سينكرونايز اوريجين ماستر مع الريموت سيرفر، يبقى انا لسه الايه لسه الماستر بتاعي متغيرش. عشان يتغير لازم اعمل ايه؟ لازم امرج الاوريجين ماستر مع الماستر بتاعي. بعد كده اهو بقى خلاص بقى الماستر دلوقتي بي اب تو ديت. لو انا خدت تشيك اوت منه هيطلع لي ايه النيو فايل. احنا اتكلمنا لما كنا بنتكلم على الريموت، اتكلمنا ازاي نعمل فاتش وبول وبوش. هنا بس نشوف بس ايه الكوماندز بتاعت البول والبوش والفاتش. لو عايز ابول من الاوريجينال ريبو اللي هو الاوريجين، كل اللي اقول له ايه جيت بول، فده اوتوماتيكلي هي ايه هي بول من الريبو كل الكوميتس بتاعته على كل البرانشز. لو انا عايز برانش معين اقدر اقول له ايه جيت بول مثلا البرانش الفلاني. طبعا انا ممكن اقول له اليو ار ال او اقول له اسم الريموت وخلاص لو انا عامل تراكنج ليه عن طريق ده يبقى ريموت. يبقى انا زي ما قلنا قبل كده كريت الريموت، وبعد كده اهو ايه اعمل بول من الريموت ده. وزي ما اتفقنا ان البول هي عباره عن فاتش بلس ميرج اوتوماتيك بيحصل. اللي بيحصل انا دلوقتي انا ما اقدرش ما براجعش الفاروق، انا كل اللي عملتها عملت بول فنقل لي كل حاجه، نقلت لمين؟ للماستر. طبعا ظبط سينكرونايز ريموت برانش وبعد كده ايه ميرج مع الماستر. لو انا عايز اعملهم على خطوتين يبقى اعمل ايه فاتش الاول وبعدين ميرج. فالكلام ده احنا قلناه، بس انا مجرد انا بحطه بطريقه منظمه بس علشان ايه كوماندز تبقى عندنا. لو انا عايز اعمل البول على خطوتين، انقل الاول الخطوه الاولانيه الحاجات للريموت برانش وبعد كده ممكن اعمل ميرج، وقبل ما اعمل ميرج ممكن اقارن وراجع واعمل كده اهو. يبقى ان انا اعمل ايه اول حاجه اجيب الفاتش، ودي كلها اوبشنز للفاتش بتاعي كلها اتكلمنا فيها قبل كده فمش مستاهله كلام. بعد كده كومبير البرانشز زي ما انا عايز، ودي برده كلها اوبشنز اتكلمنا عليها قبل كده. وبعد كده اعمل الميرج، وده ايه الكوماند بتاعي عشان ايه اعمل الميرج. اتكلمنا عن الفاتش والبول، بعد كده نتكلم عن البوش. والبوش هي عباره عن ان انا ببعت الحاجات بتاعتي للبابليك سيرفر، ف عن طريق ان انا اقول له بوش واقول له اليو ار ال وبعدين ايه البرانش اللي انا عايز ابعته. تاني انا ممكن بدل اليو ار ال هنا احط ايه احط اسم الريموت اللي انا عامل له تراك. فزي ما قلنا ممكن استخدم الريموت نيم بدل ما استخدم ايه اليو ار ال. في بعض الحالات لما تيجي تعمل بوش، لو هو الريموت عنده حاجات اوريدي كوميتس وانت عندك كوميتس، عاده تيجي تعمل بوش لحاجتك ما يرضاش. الحل هو ايه؟ الحل انت تبول الاول او تفاتش وبعدين تمرج يعني الاول، وبعدين يبقى انت سينكرونايز نفسك بتغييرات اللي على السيرفر. بعد ما تخلص تعمل ايه؟ تعمل بوش بقى التغييرات بتاعتك. يبقى عاده لو في تغييرات عندك وتغييرات على السيرفر، الحل انك تاخد اللي على السيرفر الاول وتبقى انت سينكرونايز بحاجه السيرفر، وبعدين انت تبعت للسيرفر تبعت له ايه حاجتك. وكده اتكلمنا بايه بسرعه خالص على موضوع الريموت. الموضوع التاني اللي هنتكلم عليه هو موضوع التاجز. احنا اتكلمنا بسرعه قبل كده عن التاجز، وقلنا ان التاج في حاجه اسمها تاج اوبجكت، وقلنا ان التاج هو عباره عن زي ليبل بيشاور على كوميت، وقلنا ان هو التاج ده وظيفته ان انت في حالات بيبقى الكوميت ديت بيبقى مفيده او مايلستون مهمه، وانت ساعات بتحاول ايه مثلا تشيكت اوت من عند التاج ديت، تعمل بعد كده برانش من عند التاج ده، تيجي بعد كده التاج ده عايز تريفرت باك ليه، فمحتاج انك تعلم عليه. عشان كده اهو هنشوف موضوع التاجز. يبقى هنلاقي ان عندنا اول حاجه ان في حاجه اسمها لايت ويت تاجز، واللايت ويت تاجز دي هي تاجز بسيطه خالص حتى مش اوبجكتس، يعني مش التاج اوبجكت اللي احنا خدناه، هي دي مجرد زي الياس او مجرد ليبل على الكوميت. فهي عباره عن جاست ريفرنس تو كوميت، ما فيش فيها اي حاجه، مجرد بدل ما انت تبقى حافظ الاسم اللي هو الاي دي اللي هو 40 ديجيت او حتى تحفظ الخمسه ديجيت، بتحفظه اسم بس ايه اسم انت مسميه ريليس 1 ريليس 2 وهكذا. فهي زي ما قلنا هي مجرد الياس وما فيهاش بقى تاج اوبجكت ولا اي حاجه، تمام؟ وعشان تكريت واحد لايت ويت تاج، كل اللي بتعمله تقول له جيت تاج والتاج نيم وتقول له اني كوميت اي دي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا في اي حته كده عايز بعد ما عملت كوميت وعايز اعلم على الكوميت دي اسميها اسم،
انا ممكن اقول له ايه جيت تاج واقول الاسم ده، وبعدين ايه اقول الكوميت اي دي ده لسه عاملها حالا، وبعد كده اهو استخدم التاج ده زي ما اتفقنا الياس بدل ما اكتب الهاش بتاعي اللي هو الاي دي بكتب التاج. يعني اي كوماند بعد كده محتاج اكتب فيه الكوميت اي دي كفايه ان اكتب التاج وخلاص. وده عملي جدا، انصحكم جدا بان اي كوميت ليها مايلستون ليكم تضيفوا تاج ليها، لانها عمليه جدا وبتفيد جدا في شغلنا بعد كده. الاوبشن التاني من التاج غير اللايت ويت اللي هو الانوتيتد تاجز، ودي بقى اللي هي التاجز اللي ليها تاج اوبجكت، ودي بقى ليها بيانات زياده. التاني كان مجرد اليس مجرد اسم، انما في حالتي بقى الانوتيتد تاج ده تاج من مستوى اعلى شويه، وده بقى ممكن تقول مثلا بيخزن مسج ديسكريبتيف مسج، بيخزن مين اللي عمل تاجنج، ففي شويه بيانات عن التاج ده. بيخزن برضو مثلا نلاقي فيها ديت امتى التاج ده اتعمل وحاجات زي كده. فانت لو يهمك البيانات دي يبقى اعمل انوتيتد تاج. لو انت ما يهمكش وانت بس كل ما في الامر عايز تعلم على بعض الكوميتس عشان دي كوميتس مهمه، فين تستخدم اللايت ويت تاجز وخلاص. فاتفقنا ان الانوتيتد تاجز دي بتستخدم تاج اوبجكتس، فهي عباره عن بوينتر للتاج اوبجكت اللي هو التاج اوبجكت بيشاور على الكوميت. يبقى احنا عندنا اللايت ويت كوميت اللي هي عاده اسهل خالص في التعامل، ان انا عندي مثلا مجموعه كوميتس كده، والكوميت ده ليه اي دي مثلا 5 8 7 ايه، بدل ما تقول كده تقوم قايل نسميه انت مثلا ايه، هسميه ريليس ريليس 1.0 خلاص. يبقى انت بعد كده لما تيجي تريفير للكوميت ديت تريفير ليها، بدل ما تقول له الارقام دي هتقول له ريليس 1.0. ده اسمه ايه لايت ويت. انما النوتيتد تاجز عباره عن لو دي الكوميت بتاعتك، فالكوميت دي هيشاور عليها اوبجكت تاني اللي هو بنسميه احنا التاج اوبجكت، والاوبجكت ده مكتوب جواه ان فلان الفلاني هو اللي عمل لها تاج، وان الديسكريبشن ده بيعبر عن ايه ومش عارف ايه وكده. وبعد كده هو بقى ايه في الليبل بيشاور عليه اللي هو ايه التاج بتاعه. يبقى ده اسمه ايه استخدام التاج اوبجكت اللي هو الانوتيتد تاج. زي ما انتم شايفين في اوفر هيد ان انا عندي اوبجكت كامل مش مجرد اليس، والاوبجكت ده عشان بيكاري انفورميشن اكتر من موضوع اللايت ويت، زائد موضوع تاني احنا مش هنخش فيه عمليه السيجنتشر بتاع التاجز، ودي موضوع ايه مش عايزين ندخل فيه دلوقتي لانه متخصص شويه. وده زي ما قلنا طبعا بما ان في تاج اوبجكت يبقى اكيد في اس اتش اي 1 نيم والكلام ده كده. سيبنا من موضوع السيجنتشر ده دلوقتي، ده ما يهمناش قوي. عشان تكريت تاج اوبجكت انت بتقول له جيت تاج ماينس اي تاج نيم واوبجكت اي دي، يبقى هو نفس الكوماند، الفرق الوحيد بس انك انت بتزود ماينس اي، انك تقول ان عايز انوتيتد. لو شلت الماينس اي هيبقى لايت ويت تاج، ويبقى ابسط كتير من الايه التاج اللي هو الانوتيتد. وده كلام قلناه قبل كده ان انا التاج اوبجكت از كرييتد والتاج بيشاور على الاوبجكت دلوقتي، بقى العمليه بقى عندنا اوبجكت في النص، وان ده ان انا انا بتاج عاده كوميتس في حالات خاصة أوي من تاج حاجة غير الكوميتس، بس برضو خليها ديت مش موضوعنا مفيش داعي نتكلم فيها. وموضوع السيجنتشر برضو قلنا ايه هنفوته مش هنتكلم فيه. احنا اتكلمنا ازاي نكريت تاجز، واتكلمنا برضو ازاي نستخدم التاجز، نستخدمهم بدل الكوميت اي دي في اي وقت. هنشوف بعد كده ازاي ممكن نعمل ايه كمان بالتاجز. مثلا لو عايزين نليست كل التاجز اللي عندنا تقول له جيت تاج ده يليست لك التاجز، او انت مثلا عايز تقول له الليست التاجز اللي هي ليها اسم معين، او قول له جيت تاج ماينس ال في 1.3 دوت استريك، فهيلست لك بس الحاجات اللي تبع الباترن ديت. لو انت عايز تكريت لايت ويت تاج زي ما قلنا جيت تاج وتقول له تاج نيم وكوميت اي دي، او جيت تاج وتقول له تاج نيم لو انا عايز اتاج اخر كوميت اللي هي الهيد بتاعي. لو انا عايز اكريت النوتيت التاج بقول له زي ما قلنا جيت تاج ماينس اي تاج نيم وكوميت اي دي. وطبعا لما اعمل كده هيفتح لي شاشه علشان اكتب له ايه المسج الديسكريبتيف مسج، او زي الكوميت بالظبط هقول له ماينس ام واديله المسج لو انا ايه لو هي المسج قصيره ومش مستاهله انا استنى لما يفتح لي الشاشه. لو انا عايز اشوف بيانات عن التاج اوبجكت ده فبقول له جيت تاج شو واقول له التاج نيم، ده يبين لي برده شويه بيانات. يبقى هو كده بمنتهى البساطه عندي اتنين تايبس اوف تاجز، لايت ويت وانوتيتد. اللايت ويت مجرد اليس ما
مفيش اي بيانات اسوشيتد معاه، مفيش ديسكريبشن، مفيش مين اللي عمل تاج، مفيش اي حاجه من الكلام ده، مجرد الياس كده انها تاجت الكوميت الفلانيه، بدل ما يبقى اسمها شويه حروف بقى اسمها اسم. الاوبشن الثاني الانوتيتد، ان ده عباره عن فيها تاج اوبجكت، وبالتالي فيها بقى ايه، فيها شويه بيانات، فيها مين اللي تاجها، امتى تاجها، ايه الديسكريبشن مسج بتاعتي، وهكذا. لو انت عايز تحط التفاصيل ديت يبقى اعملها بتاج اوبجكت بانوتيتد تاج، لو ما يهمكش التفاصيل دي يبقى ممكن تشتغل باللايت ويت. الشيرنج تاجز، انت لما تيجي تعمل بوش اي تشينجز للسيرفر ما بينقلش التاجز معاه، التاج دي بتفضل لوكال عندك في الريبو بتاعك، وده طبعا الى حد ما مفيد انك انت يديك الحريه انك تحط تاجز زي ما انت عايز، ما تقلقش من ناحيه السيرفر ان هو يتلخبط من كتر التاجز بتاعك. انما لو انت عايز تبوش تاج معين تبعته للسيرفر بمنتهى البساطه، تقول له ايه جت بوش، وتقول له الريموت ايه، وتقول له التاج اللي انت عايز تضيفه، يبقى ده كده هيبعت لك التاج. يبقى التاج عشان يحصل له بوشنج مش هيحصل اوتوماتيك، لازم مانيولي تحدد انهي تاج انت عايز تبوشه. لو انت عايز تنقل التاجز كلها يبقى تقول له ايه جت بوش ريموت الفلاني ماينس ماينس تاجز، فده ينقل لك كل التاجز ايه للريموت. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن موضوع الجت والكوماند بتاعت الجت. زي ما انتم شايفين هي مجموعه كبيره من الكوماند، في الاول هتحس ان حاجات كتيره قوي، بس at the end of the day هتلاقي الحاجات المكرره اللي بتعملها كتير عدد الكوماند بتاعتها قليله، والعمليه كلها لما انت فاهم الدنيا شغاله ازاي جوه هتبتدي تعرف تتعامل مع الكوماند دي بمنتهى البساطه. بعد ما اتكلمنا عن جت هنتكلم عن الويب سايت او الويب ابلكيشن اللي اسمها ايه جيت هاب. جيت هاب اكشلي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن سيرفر بيشيل جيت ريبوزيتوري اونلاين. يعني احنا قاعدين كل ده نقول ايه؟ نقول جيت وانت بتكلون حاجات من على سنترال سيرفر وكده. جيت هاب هو سنترال سيرفر اللي عليه ريبوزيتوريز دي. فمثلا انت لو بتعمل بروجكت او بتعمل عندك شركه او حاجه وعايز تبقى عندك سنترال ريبوزيتوري ممكن تحطه على جيت هاب. فايه هو جيت هاب؟ هو عبارة عن web based get repository hosting service، يعني online get server enable user يستخدموا مجموعة من الريبوز. انت لو انت عندك free account ممكن تحط as many repos as you want، بس الريبوز دي بتبقى public الناس كلها بتشوفها. لو عايز تعمل الريبوز دي private يبقى لازم بتجيب paid account، يعني you have to pay for it. في عندهم كذا موديل حسب عدد الريبوز البرايفت اللي انت عايزها بتدفع حاجه مبلغ كل شهر. جيت هاب الحقيقه ممكن يبقى مفيد في كذا حاله. الحاله الاولانيه ساعات انت بتبقى عامل ريبو بتاعك، انت بتكتب كود بس بتكتبه مثلا من على كذا ماشين، يعني مثلا بتكتب حاجه ممكن مثلا من البيت بتشتغل عليها شويه وبعدين بتروح الشغل بتكمل عليها، فانت عايز يبقى الحاجه دي متخزنه في حته سنترال بحيث انك انت مهما كان الكمبيوتر اللي شغال عليه تقدر توصل للكود بتاعك. فده مثلا اول اوبشن. ففي الحاله دي انت مش بتتكلم على تيم كولابوريتيف شغال مع بعضه، هو بس يوزر واحد بس عايز يبقى هاف ايه اكسسبيليتي للكود. الاوبشن الثاني لما يكون عندك مجموعه او تيم عامل بروجكت، فدي كان شير البروجكت ده على جيت هاب وبعدين كل واحد فيهم يكلون الكود، وبعدين لما يحب يعمل حاجه يكن بوش الكوميتس بتاعته، وبعدين تقدر تبول الابديتس من على السنترال سيرفر، فده اكت از سنترال سيرفر علشان ينظم العلاقه ما بين الديفلوبرز دول اللي هم في التيم دول. الاوبشن الثالث الحقيقه مفيد جدا، وهو انك انت تتعامل مع الاوبن سورس بروجكتس. في ا لوت اوف بروجكتس اوبن سورس هوستد على جيت هاب، فانت ممكن تروح مثلا على اي واحد من البروجكتس دول وتعمل له فوركينج. فوركينج معناها انك انت بتنقل نسخه من الريبو ده للاكونت بتاعك اللي على جيت هاب، وبعد كده تشتغل انت عليه براحتك. فده بيساعدك عشان انك انت تقدر تشتغل على اي اوبن سورس بروجكت موجود على النت على جيت هاب او هوستد باي جيت هاب. واي تغيير تقدر تعمله في الفورك ريبو ممكن توفر فور الاوريجينال ريبو لو انت عايزين ياخدوا التشينجز بتاعتك to contribute to الاوبن سورس بروجكتس دي. هنلاقي ان جيت هاب مش التول الوحيده اللي بتعمل الكلام ده، في كذا تول بتعمل كده، يمكن مشهوره شويه جيت لاب دلوقتي ابتدت تتشهر شويه نتيجه ان جيت لاب بتديك الاوبشن ان حتى البرايفت ريبو بتبقى ببلاش. ف
فبالنسبه للناس اللي هم عايزين يعملوا برايفت ريبو، مش عايزين الكود بتاعهم يبقى اكسبوزد اكسترنال، ممكن يشتغلوا على جيت لاب بدل جيت هاب، لانه ممكن يحصلوا على شويه برايفت ريبوز من غير ما يبقى ايه مضطرين ان هم يخشوا على بيد اكاونت. يبقى نتكلم على المودلز او الحاجات اللي ممكن تعملها بالجيت هاب. عندنا حاجتين او احتمالين. الاحتمال الاولاني حاجه اسمها فورك اند بول، وفي الحاله ديت انت زي ما اتفقنا عندك اوبن سورس بروجكت، انت بتعمل ايه؟ بتقوم رايح الاول تفورك البروجكت ده عندك في الاكونت بتاعك، بيبقى هو لسه ما جاش على اللوكال ماشين بتاعتك، كل ما في الامر اتنقل من السيرفر اللي عليه الحاجه نقلته انت عندك على الاكونت بتاعك، عشان بعد كده تبوش وبول براحتك، مالكش دعوه بقى بكميه الناس اللي شغاله على الاوبن سورس بروجكت دول مع نفسهم. بعد كده اهو انت بقى تبول الكلام ده وتشتغل عليه، وبعد كده you can offer your changes later لو انت عايز للاوريجينال راب. فده suitable للاوبن سورس بروجكت. مينيمم فريكشن بينك وبين البروجكت ده مفيد قوي لو انت بتتعامل مثلا let's say مع اللينكس مثلا. فاللينكس ده فيه ايه؟ الاف من الناس شغاله عليه، مش المفروض انك انت تاخد تغييرات وتقوم كاتب تغييرات وبعدين ايه تبوشت على السيرفر ده على طول، لان السيرفر ده فيه قواعد ازاي انك تبوش عليه حاجات. فانت ممكن تاخد تعمل فوركينج للبروجكت ده عندك، وبعد ما فوركت البروجكت عندك تبدي بقى تشتغل عليه انت براحتك وتجرب وتست و و و، وبعدين بعد كده if you want to offer حاجه they contributed back يبقى في ميكانيزم انك ايه to offer it back. فبيقلل الفريكشن او التعامل مع الايه الاوبن سورس ديفلوبرز اللي على البروجكت التاني اللي هم عددهم كبير قوي، وفي بعض الاحيان بيبقوا مور ادفانسد عنك، فانت بتبقى قلقان انك انت تشتغل دايركتلي معاهم. يبقى انت بتفورك البروجكت ريبو وبتحط على الاكونت بتاعك، وبعد كده بقى بتحط الكوميتس بتاعتك على الاكونت بتاعك وتشتغل على الاكونت بتاعك. ممكن تفضل على طول تشتغل على الاكونت بتاعك ما تروحش خالص للاوريجينال ريبو، غير طبعا لو انت عايز تابديت نفسك كل فتره تابديت نفسك من الاوريجينال ريبو عشان تشوف الكوميتس الجديده بتاعته. وفي ميكانيزم موجود لانك انت تكونتريبيوت باك تو الاوريجينال ريبو عن طريق انك تعمل بول ريكويست. البول ريكويست معناها ايه؟ معناها ان انت بتقول لهم انا عندي حاجه تحبوا تاخدوها ولا لا، فانت بتدي للطرف الثاني الاوبشن ان هو يبول من عندك. فدي تختلف شويه عن البوش. البوش لما يكون الريبو ده تحت امرك او تحت ايدك، فانت بتعمل ايه؟ تعمل تغيير وتقوم بوشت ليه، فهيتحط الحاجه عادي على الريبو. انما لو الريبو ده مش بتاعك ومش من حقك انك تغير فيه، فانت مش من حقك انك تبوش عليه. امال حقك ايه؟ اللي من حقك انك انت تجهز الحاجه وتعمل بول ريكويست، يعني تقول لهم من فضلكم اسحبوا الحاجه دي من عندي. فهو بقى هناك المينتينر بتاع الريبو الاصلي ده ممكن يجيله البول ريكويست يشوف بقى الحاجه بتاعتك، لو قرر ياخدها يبول بقى هو من عندك. فده استخدام ايه؟ البول ريكويست في الموديل بتاع فورك اند بول. الموديل الثاني اللي هو شيرد ريبو. في الحاله دي بقى الريبو ده مش اوبن سورس بروجكت يعني على الاف ولا حاجه، ده ريبو بتاعك بحيث انك انت او بتاعك او بتاع التيم اللي معاك، فانت بتحط الريبو ده وبعدين مجموعه من الناس بقى بتكلونه وبتشتغلوا ايه يو كان بقى بول اند بوش بمعرفتكم، مش محتاجين بول ريكويست هنا في الحاله دي. وده مناسب اكتر زي ما اتفقنا لمجموعه من الديفلوبرز شغالين مع بعض في بروجكت، او حتى لو سنجل ديفلوبر عايز يستخدم ده كنوع من الفيرجن كنترول للكود بتاعه. تعال عشان نفهم موضوع فوركينج بروجكت او الموديل بتاع الفوركينج تعال نفهمه شويه. ايه بقى ده؟ الجيت هاب سيرفر بتاعي، تمام. انا واحد اسمه علي عنده الماشين بتاعته اللوكال ماشين بتاعته اهي، وادي عمل اكونت على جيت هاب، تمام. فده بالنسبه لمين؟ لعلي. وبعد كده في بروجكت على الجيت هاب اسمه وات ايفر، البروجكت ده موجود وده احنا بنسميه الاب ستريم، يعني ده الايه المين ستريم بتاع البروجكت، البروجكت الاصلي، تمام. انا علي عايز يشتغل على البروجكت ده، ما ينفعش علي يوم عامل ايه يوم يخش هنا يكلون من هنا. ينفع طبعا يكلون دايركتلي من الابستريم مش مشكله، بس ما ينفعش يبوش عليه، لان الابستريم ده مش ممكن ما يرضاش ياخد الحاجات بتاعتك، وبالتالي الفيرجن كنترول ما ينفعش تشغل الابستريم انه يعمل لك فيرجن كنترول ليك انت.
يعني انت لو عايز تخلي الفيرجن كنترول عشان بقى تحافظ على الحاجات ومزايا الفيرجن كنترول كلها، ما ينفعش تشغل الريبو ده يعمل لك الحكايه دي. لا، انت تعمل ايه؟ انت بمنتهى البساطه تقوم عامل ايه، تعمل فوركينج للبروجكت ده، يبقى ايه بقى عندك، خلاص بقى البروجكت ده لسه ما جاش للماشين بتاعتك. الفوركينج هي حاجه بتحصل جوه الجيت هاب سيرفر علشان يتنقل منه كوبي، او اكنه يحصل له كلوننج من الابستريم او من المين بروجكت للاكونت بتاعك. بعد كده اهو بقى خلاص، هو بقى في الاكونت بتاعك، تعمل ايه؟ تعمل بقى كلون انت معرفتك من هنا. ما دام عرفت تعمل كلون، جالك الحاجات على اللوكال ماشين بتاعتك. بعد كده بقى تقدر تغير زي ما انت عايز، تقدر تبوش الحاجات بتاعتك على السيرفر في اي وقت، وتقدر تعمل كل اللي انت عايزه. خلاص ممكن تفضل على كده وخلص الموضوع. انما لو انت لقيت انك عملت حاجه وحاسس انها ذات قيمه، وان ممكن الكوميونتي تبقى انترستد انها تاخد الحاجه بتاعتك ديت، فممكن تعمل ايه؟ فممكن تقوم عامل حاجه اسمها بول ريكويست. البول ريكويست للمين ريبو دي مش بتنقل كود، دي كل ما في الامر بتروح هنا اهو زي ايه، لكنك بتعمل بوك للريبو ده. اللي هنا المسؤول عن الريبو ده هيشوف البول ريكويست بتاعك، هيروح يبص على الكود بتاعك، هيقوم قايل اه ده كود والله، ده ممكن فعلا يبقى مفيد. يقوم هو لو عايز يعمل ايه، لو هو عايز يقوم يستجيب للبول ريكويست، ان هو يعمل هو نفسه ايه، يعمل بول للحاجات بتاعتك يجيبها عنده على الابستريم. ممكن مثلا يلاقي لا ده مش الكود، لا مش مناسب ليا، الكواليتي بتاعت الكود دي مش كويسه، او الفيتشر دي ما تهمنيش في حاجه، او في باجز او، فيقرر ان هو يجنور الايه البول ريكويست بتاعك. يبقى ده الموديل الاولاني اللي هو ممكن تشتغل عليه عن طريق انك تعمل فورك اند بول. الموديل الثاني اللي هو شيرنج بروجكت. في الحاله دي العمليه بقى مش اوبن سورس بروجكت ولا حاجه، دول ده تيم بيشغالين مع بعض. فده برضو الجيت هاب سيرفر بتاعنا. انت دلوقتي او علي عنده الماشين بتاعته وعنده الاكونت بتاعه. علي بقى هيعمل ايه؟ علي هيكرييت ريبو على الاكونت بتاعه. الريبو طبعا اول ما بيكرييته بيبقى فاضي، بيبقى مثلا فيه شويه بس فايل اسمه ريد مي فايل وحاجات كده بسيطه، مفيش فيه حاجه جامده قوي، تمام. وبعدين يعمل ايه؟ وبعدين يكلون الريبو اللي هو لسه عامل له كرييشن. زي ما قلنا مفيش كود في الريبو، بس في شويه فايلات بسيطه جدا كده، بس هو دلوقتي بقى عنده ايه؟ بقى عنده نسخه من الريبو، يقدر بقى يشتغل الشغل بتاعه كله ويكرييت فايلز ويعمل ويعمل ديفلوبمنت زي ما هو عايز. وبعد كده هو يقدر يعمل ايه؟ يقوم في اي وقت من الاوقات يقوم عامل بوش للحاجات بتاعته على السيرفر بتاعه. دلوقتي بقى الريبو دلوقتي بقى ما يبقاش فاضي، الريبو دلوقتي بقى فيه بقى الفايلات الجديده. يجي تيم ممبر تاني في البروجكت ده اللي هو مثلا عمر، يقدر يعمل ايه؟ يقدر يعمل كلون للبروجكت ده ويشتغل عليه، وبرده يقدر ان هو دلوقتي عنده البروجكت برده يعمل هيز اون ديفلوبمنت، ويقدر برده هو يعمل بول وبوش زي ما هو عايز، وانت تعمل بول وبوش، ويبقوا انتوا الاثنين شغالين على الريبو ده اللي هو شيرد، تمام. فهو يبقى انت دلوقتي سواء عمر او علي او اي حد تاني شغالين على الريبو ده شيرد. طبعا في الحاله دي لو انتوا ممكن تخلوه بابليك عادي او برايفت، ده از اب تو يو، انتوا يو ديسايد بقى عايزين تخلوه ازاي. كده خلاص فهمنا الموديل بتاع الجيت هاب وبيشتغل ازاي. تعالوا بقى نشوف الخطوات اللي احنا عشان ايه نثبت الدنيا عامله ازاي. اول حاجه ان انا على الجيت هاب اكونت محتاج اعمل ايه؟ محتاج اول حاجه ان كرييت جيت هاب اكونت. فبخش على github.com وبعدين اقوم اجي للسايت ده، هقوم مختار ان انا كرييت ا نيو اكونت، فكرييت الاكونت بتاعي عادي خالص، يعني بتحط بقى يوزر نيم وباسورد والكلام اللي هو زي اي اكونت في الدنيا. وبعد كده بتساين ان في الاكونت بتاعك، وبعد ما تساين ان في الاكونت بتاعك يجي لك ايه؟ يجي لك الشاشه ديت. بعد ما بتساين ان بتيجي عندك هنا وتقول له ايه؟ بتقول له نيو ريبو، بتيجي عند البلس ساين ديت وتقول له نيو ريبو. بعد ما تعمل كده هيفتح لك شاشه عشان تكريت نيو ريبو. هتلاقي الشاشه دي بقى فيها شويه بيانات بتملاها، ممكن مثلا تقول له اسم الريبو ايه؟ الديسكريبشن للريبو ده ايه؟ هل public ولا private؟ طبعا لو public يبقى زي ما قلت
ان انت هتبقى الناس ممكن تشوفه، برايفت ده بيبقى خاص بيك انت، ممكن تحدد بس مين يشوفه، بس طبعا البرايفت ده لازم يبقى بيد اكاونت، لازم تكون اكاونت بفلوس يعني. وبعد كده بتخلص البيانات ديت كلها بيانات عاديه جدا، وتقول له ايه كرييت ريبورت، تبوش البوتن ده. اول ما تبوش البوتن ده الريبورت كده اتكون بقى عندك ايه، يفتح لك الصفحه بتاعته، وانا في حالتي انا مسميه تيست ريبو، وهتلاقي يقول لك ايه انا بس عندي readme فايل، هو ده بس كده يعني، عباره عن ريبو بقى فيه فايل واحد. تمام، فقلنا دي كانت الايه الخطوات الاولانيه علشان اعمل ايه، علشان كرييت ريبو على الجيت هاب اكاونت. يبقى انا بساين اب في جيت هاب، كرييت ماي اون اكاونت، اساين ان، اخش كرييت نيو ريبو، وخلص كده. لما كرييت الريبو في حاجه بس بحتاج اجيبها، وهي الايه اليو ار ال بتاع الريبو ده. زي ما انتوا فاكرين لما بنعمل كلون بنحتاج اليو ار ال بتاع الريبو. طب اجيبه منين اليو ار ال؟ هو ايه اللي عليه؟ فبصوا كده اهو، هتلاقي هنا على جنب هنا يقول لك ايه اليو ار ال ايه، فمحتاج انك انت تكوبي الايه اليو ار ال اللي هنا ده عشان نستخدمه في المرحله الجايه. يبقى احنا كده خلاص عملنا الشغل اللي المفروض نعمله على الويب على الجيت هاب سايت. بعد كده نروح للماشين بتاعتنا عشان نسيت اب برده ايه الجيت. الكلام ده هيبقى مكرر لان قلناه قبل كده. اسيت اب الجيت ازاي؟ اول حاجه انستول الجيت، سودو اي بي تي جيت انستول جيت كور، وكمان انستول الجيت كي اللي غالبا هحتاجها هي كمان، يبقى سودو اي بي تي جيت انستول جيت كي. الخطوه الثانيه كونفيجر اليوزر نيم والايميل بتاعي عشان واختار نفس الايميل اللي كنت بستخدمه في جيت هاب. وبعدين اقوم قايل له مثلا جيت كونفيج ماينس ماينس جلوبال يوزر نيم كذا والايميل كذا، وده برده قلناه قبل كده. بعد كده اهو خطوه مهمه الواحد بيعملها عشان مش كل مره يجي يعمل بوش او بول يضطر يحط يوزر نيم وباسورد، انك انت بتسيب الكريدنشال بتاعتك بيعمل لها اول مره بتدخلها بيحتفظ بيها لفتره معينه علشان مش كل شويه ايه يطلبها منك. خلاص يبقى احنا كده عملنا الخطوات الايه الرئيسيه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. يبقى احنا كده سطبنا كمان الجات وظبطنا الكونفيجريشن بتاعته، فاضل ايه ان انا كرييت بقى الايه البروجكت ده. اروح للسب دايركتوري اللي انا عايز احط فيه البروجكت، وبعدين ايه كلون البروجكت ده عن طريق ان انا اقول له جات كلون واقول له اليو ار ال. طب جبت اليو ار ال دي منين؟ دي احنا لسه كنا قايلين عليها من شويه، لما كرييت الريبو بتاعي في جيت هاب كان على كده ايدي اليمين كان في حته بقى ايه قايل لي على اليو ار ال، وانا قلت لكم اعملوا كوبي ليه، فهي ديت هي اللي هتحطها هنا. خلاص يبقى انت كده هتعمل ايه، عملت كلوننج للبروجكت عندك. بعد كده بقى اشتغل الشغل بتاعك العادي. هو انت عندك دايركتوري ده، حط بقى فيه الفايلات اللي انت عايز تحطها، عايز تكتب الديفلوبمنت زي ما انت عايز. بعد كده بعد ما تعمل الديفلوبمنت حط بقى تزود على الاندكس وبعدين كوميت، واعمل كل اللي انت عايزه، واعمل برانشز وكل اللي انت عايز تعمله اعمله عندك على الريبو الداخلي بشغل الجيت اللي احنا خدناه في المحاضره. بس كل ما في الامر ان بعدك ما تحب بقى تابديت حاجتك على السيرفر، كل اللي محتاج تقوله ايه، محتاج تقوله ايه بوش او بول. يبقى بعد ما كوميت عادي جيت اد وجيت كوميت، بعد كده اهو ايه لما انا ريدي عشان ابوش الحاجات بتاعتي للسيرفر كلها اقول له ايه جيت بوش اوريجين ماستر، نتيجه ان انا ببوش حاجات من على الماستر. وزي ما قلت لكم ان انتوا احتمال يطلب منكم يوزر نيم وباسورد، لو انت مظبط اللي هو بيحتفظ بالكريدنشال هيطلب منك اول مره، وبعد كده ايه هيبقى ايه حافظها مش محتاج يطلبها منك كل مره. تمام، فده اليوزر اللي كرييتد الريبو على الجيت هاب وجاب الكلوند الامتي ريبو عنده، وبعد كده عمل الديفلوبمنت الاساسيه، وبعد كده عمل ايه بوش. فهو ده في الاكزامبل اللي احنا كنا قايلين عليه من شويه ان ده ايه ده علي. طيب نيجي بقى لمين؟ نيجي لو واحد تاني عايز ياخد الريبو اللي موجود ده يقدر ايه يكلونه عنده. فده مناسب لمين؟ يناسب لعلي برضه لو راح يشتغل من على ماشين تانيه، او مناسب بقى لعمر اللي احنا كنا قايلين عليه اللي هو عايز يشارك مع علي في البروجكت ده. فيعمل ايه؟ فيجي علي برضو هيروح للبيرنت دايركتوري بتاع سوفت وير البروجكت بتاعه، ويقوم قايل بس ايه كلون ايه الريبو برضو، هيقول برضو كلون، وبرضو يجيب البروجكت يو ار ال برضو من نفس المكان. خلاص بقى عنده دلوقتي البروجكت يقدر يشتغل عليه زي ما هو عايز، برضو يعمل اي كوميتس اللي هو عايزها، وفي اي وقت برضو بعد كده يعمل ايه يقدر يبوش الشينجز بتاعته او يبول الشينجز اللي علي عملها او اي اخ يود يعني ديفلوبر تاني عملها.
يبقى دلوقتي الاتنين يوزر يقدروا يبوش ويبول الانفورميشن، او بدل ما يعمل بول يعمل فاتش وميرج زي ما هو عايز بقى، بحيث ان ايه يقدروا يعملوا الديفلوبمنت بتاعتهم، ويبقى الجيت هاب في النص ما بين الايه التو يوزر دول، او ما بين التيم ده، ده لو بول وده لو بوش. الحاجة الأخيرة اللي هنتكلم عليها ده لو الموديل بتاع الفورك اللي هو ايه اللي هو علي كرييتد البروجكت، بس عمر مش هيقدر ان يخش يعمل بوش دايركتلي في البروجكت بتاع علي. هو عمر عايز يخلي عنده نسخة من البروجكت يبوش عليها هو بمعرفته، ولو عنده حاجة يحب يعرضها على علي انه ياخدها فايه فهيبعت له بول ريكوست يعرضها عليه. ففي الحالة ديت ان هو زي ما اتفقنا ان انا مش بشير الريبو اللي على جيت هاب ما بين مجموعة من الناس، لا في واحد عايز ياخد نسخة منه عنده على الاكونت بتاعه ويشتغل عليها، ولو في حاجة مفيدة ممكن يبقى يعرضها كبول ريكوست، وممكن ما يعرضهاش، ممكن كل شغل يبقى ايه يبقى داخلي مش محتاج يرجع خالص بعد كده لمين للاوريجينال ريبو. فده اليوزر ده ساعتها محتاج يفورك الريبو وبعدين يورك وذ ذا فورك فيرجن. فالخطوات هي ان هو يلوجن للاكونت بتاعه، هيدور على الريبو اللي هو بيدور عليه اللي هو عايز يشوفه ويعمل له فوركينج، هيختار الفورك للريبو. دلوقتي اليوزر ده عنده كوبي من الريبو زي بالظبط النسخه الثانيه، وزي ما انتم شايفين الفورك اهو ده الاوبشن بتاع الفورك، فهو راح مثلا للريبو ده وبعدين اختار ايه هيختار يفورك الريبو ده، ده الفوركينج ده هينقل نسخة كاملة من الكلام ده عنده على الاكونت بتاعه. وبعد كده ايه اللي هيحصل بعد كده اهو على الماشين بتاعته، هيعمل نفس الكلام يكلون وياد ويكميت ويبول ويبوش وكل الكلام ده، ولو حب ان هو يسينكرونايز مع اوريجينال ريبو ان هو يبعت لهم الكونتريبيوشن بتاعه يقدر يعمل ايه يقدر يعمل بول ريكويست. انما لو هو بس عايز يقرا الابديتس اللي على الريبو الاوريجينال فده عادي، ما هو عنده اليو ار ال بتاعه يقدر بمنتهى البساطه يضيفه كريموت تاني ويقدر يبول منه او يفاتش ويمرج منه زي ما هو عايز. انما بول ريكوست مفيده لما تكون انت عايز بتقترح على الريبو التاني لو عايز تبول مني، يعني انا عامل حاجه انا شايف انها ممكن تفيدك، فتقول له ما اقدرش ابوش ليه، انما اقدر اقول له ايه لو عايز الحاجه يبقى بول ات مني. فهنا برضو لو انا عايز اروح ابول حاجات من الابستريم او اللي هو الاوريجينال ريبو، اول حاجه اد واذ ريموت وبعد كده ايه ابول منه زي ما انا عايز. وكده يبقى ايه غطينا شويه كلام عن الجيت هاب كاونلاين ابلكيشن تؤدي دور جيت سيرفر او يعني هوستنج ابلكيشن للريبوزيتوريز بتاعت الديفلوبر. اتكلمنا في محاضرة النهاردة عن مجموعة من الكوماندز والاوبريشنز اللي بنستخدمها مع جيت. اتكلمنا عن البرانشنج، ازاي نكريت نيو برانشز او نبراوز في البرانشز او نشيك اوت كود من برانش معين، وازاي نمرج البرانشز. اتكلمنا عن التعامل مع الريموت ماشينز او الريموت ريبوز، وازاي نكومنيكيت مع مالتيبل ريبوز، وازاي نبول او نبوش مع الريبوز دي. اتكلمنا برضو عن ازاي نتعامل مع التاجز، وازاي نتاج الكود بتاعنا، وانواع مختلفة من التاجز سواء كان انوتيتد تاج او لايت ويت تاجز. وبعدين اتكلمنا على جيت هاب، ازاي نبني ريبو على جيت هاب، وازاي نكونكت عليه من اللوكال ماشين بتاعتنا، وازاي نكلونه عندنا، وازاي الديفرنت مودلز عشان نوبريت باستخدام الجيت هاب. موضوع الجيت والجيت هاب من المواضيع المهمة جدا لأي حد هيعمل software development، بالذات لو البروجكت كبر منه. حتى لو ما استخدمتش الجيت هاب يعني application وحاولت تستخدم application تانية زي جيت لاب مثلا، برضو هي نفس الكونسبت وتقريبا نفس اليوزج هو هو. علشان كده انصحكم انكم تركزوا في الموضوع ده وتحاولوا دايما تطبقوا الحاجات والكوماندز اللي اخدناها في المحاضرات دي. أرجو تكون محاضرة النهاردة واضحة ومفيدة، ولو في أي أسئلة ياريت تحطوها على الديسكشن جروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.